الأهلي من أجل الاقتراب نحو لقب الدوري الممتاز في مواجهة البنك الأهلي. متابع المشجع مع أحمد، لايك وشير ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك وسبسكرايب لقناة على اليوتيوب. مواجهة جديدة تنتظر الأهلي أمام البنك الأهلي، المباراة يوم 1/8 الساعة 9 مساء على استاد القاهرة. الأهلي يدخل المواجهة ب 72 نقطة في صدارة الدوري الممتاز، وبيراميدز يهدي الأهلي هدية أخرى بعد تعادله مع نادي الزمالك بتعادل أمام فاركو. الأهلي يكفي 7 نقاط من أجل حصد لقب الدوري الممتاز. بداية مباراة الأهلي والبنك الأهلي، مباراة هامة جدا. البنك الأهلي قدر في الدور الأول أنه يتعادل مع النادي الأهلي، قدر أنه يحرج النادي الأهلي في الدور الأول، ولكن مباراة الدور الثاني مباراة كؤوس، الأهلي لا يريد إهدار نقاط جديدة. الأهلي يدخل المواجهة من أجل انتصار، من أجل 3 نقاط وتقريب درع الدوري من الجزيرة. مارسيال كولر نهى التدريب منذ فترة قليلة. الأهلي يدخل المعسكر من أجل مباراة البنك الأهلي. التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي من متوقع محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني وكريم فؤاد، وفي خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق، وفي الهجوم حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. دي التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في مباراته أمام البنك الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، والفوز وحصد 3 نقاط من أجل إسعاد جماهيره.